السلام عليكم متتبعي قناة روائب اسمها فلوك. اليوم غادي نشوفوا طريقة تفصيل وخياطة بنوار دافئ بالفرو في القب وفي الجيبين، بسيط بالنسبة للمبتدئين. كما كتشوفوا الفيديو راه قصير، سرعناه بأقصى درجة وفيه معلومات يعني وفيرة، وفيه ما قل من الوقت وما دل من المعلومات. بالنسبة للناس اللي بغوا يشوفوا طريقة تفصيل وخياطة التريكو اللي تحت البنوار والسروال ديالو، غادي نخلي لكم الرابط ديالهم في صندوق الوصف. ما تنسوناش من تشجيعاتكم ومن لايك ومن اشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. اول حاجه كيف ما كتلاحظوا هو انني خديت المقاس ديال الطول ديال البنوار. من بعد تناخد العبار ديال الكتاف والعبار ديال التراكيز وعليه بالضبط كناخد العبار ديال الصدر، كنومر بخط العبار ديال الكتاف وكناخذ العبار ديال العنق. العبار ديال العنق انا هنا درت فيه 9 ديال السنتيمات وهبطت بثلاثة، ونزلت النزله ديال الكتاف بثلاثة ديال السنتيمات، وبالاستعانه بالمسطره كيف كتلاحظوا كنعمل داك الخط ديال التراكيز. هي صراحه كتسهل عليا الامر وكتجيب لي التراكيز مقادين، فهبطت ب 13 سنتيم. عاد عبرت العبار ديال الحزام، من بعد كنربط العبار ديال الحزام بليهونش او بالعبار ديال الجناب، وكنبدا التقطاع ديالي. كنبدا من العنق للكتاف للتراكيز لعند الصدر للهبطه ديال الحزام اللي هبطت ب 13 سنتيم. عاد باش خديت العبار ديال الحزام كيف لاحظتوا معايا، وكنكمل التقطاع لحتى كنهبط للاخر ديال الثوب. الثوب شويه متين يعني شويه كيعذب في التقطاع حيت متني على 4، فكيجي التقطاع ديالو شويه صعيب. كنحيد دوك الجناب كيف لاحظتوا معايا باش ما يجيوش مدلين من الجناب، وكناخذ العبار ديال العنق. انا هنا غادي نقطع العنق بالاستعانه بالمسطره كيف لاحظتوا معايا باش تجيني ديك الدائره مزيانه. بالنسبه للتقطاع ديال العنق ديال البنوار فما خاصوش يجي يعني مقنت كيف لاحظتوا معايا، واخا قطعت بالاستعانه بديك الدائره ديال المسطره عقب تهبط شويه التقطاع لتحت، حيت انا غدا نقطع ما غاداش نقطع له هذا الكول، ما غاداش ندير له كول، وانما غدا نعمل القب، وفي نفس الوقت غادي يكون فيه حتى الكول حيت القب غادي نديره كبير. غنقطع الكمام، ومن بعد ما نقطع الكمام فداك الثوب اللي شاط ليا هو اللي غادي نخرج منه القب. نفس الشيء سبق ليا وريتكم هذه الطريقه ديال العبار، كنقطع 8 سنتيم، كناخذ واحد العبار ديال 8 سنتيم في الراس ديال الكم، عفوا ماشي الراس ديال الكم وانما التراكيز، وكنستعن بالمسطره باش كناخذ العبار ديال التراكيز مقاد، وكنقطع راس الكم حتى هو كناخذ فيه العبار اللي طالبه مني الكليانه عاد، وكنرسم عفوا بالاستعانه بالفوتر عاد نتبع الخط بالتقطاع بالمقص باش كتجيني يعني طريقه سهله. في حاله مثلا الا خطات في العبار ولا هذا فيمكن لي يعني ما نقطعش، لكن الا قطعت تقطع نيشان فشويه صعيبه. دابا غادا نمر للمرحله اللي غادا نصاوب فيها القب. كيف كتلاحظوا معايا كنقاد الثوب، داك اللي شاط ليا فيه الاعوجاج هو اللي غنخرج منه القب، اما الباقي فغنخليه حتى نخيطو حتى هو ونفصلو سروال. فغادي نخلي لكم الليان عفوا اولا الرابط في صندوق الوصف باش حتى هو تشوفوني كيفاش درت له الطريقه ديال التقطاع، الطريقه ديال الفصاله والطريقه ديال الخياطه. وفي نفس الوقت غنخلي لكم حتى البيجامه ديال التحت اللي كتجي تحت من البنوار، حتى هي نخلي لكم الطريقه ديال الفصاله ديالها وديال الخياطه ديالها، حيت هادي لابسه فيها 3 بياس. كيف كتلاحظوا معايا انا هنا كنستعن بالمسطره باش كنحيد ديك الاحرف اولا دوك القناتي باش كيجي القب داير، ما بغيتوش انا القب يجي التحتاني متلت اولا الفوق طالع كاريه، وانما بغيتو يجي على شكل دائري. يعني بالنسبه للناس اللي كيبغيو يقطعوا القناتي دايرين وما كتجيهم شويه صعيبه، فمن الاحسن يستعنوا بهذه الطريقه اللي استعنت بها انا. تنقاد الحواشي مزيان، فبغيت القب ما بغيتوش كاع كبير بزاف، مويان يعني يجي على قد الراس. وغادي نستعن بهذا الفورير للتزيين، وفي نفس الوقت يكون شويه سخون يعني كيليق لهذا البرد وعلى حسب طلب الزبونه. فانا هنايا غادي نقص شويه من القب حيت جا كبير بزاف،
كيف كتلاحظوا معايا، والباقي من تقاطع فكان غدا نخرج منهم الجياب. الجياب بالنسبة لي يعني تتبقى مسألة اختيارية، اللي باهم دايرين اللي باهم كارية، فغدا نخرج من هاد الطروفة الجياب وفي نفس الوقت الحزام باش حتى شي حاجة ما تضيع. ضروري اي طريف شاطلية تنخرج منه شي حاجة كيف لاحظتوا معايا. بالنسبة للقياس ديال التوب فانا خديت 2.5 متر، 2.5 متر خرجوا لي بينوار، الطول ديالو 96 سنتيم، وبالنسبة للسروال حتى هويا الطول ديالو 105 سنتيم، وخرجت منه الكمام والقب الى غير ذلك. مع هذا الكشمير شوية فيه العرض صراحة، يعني فيه وفرة في التوب. فغدا نقطع من الفورير كيف لاحظتوا معايا، ونعمل واحد الفرقة الوسط في وسط الشعر ونقطعه على جوج، باش بالنسبة للدخلة ديال الجيب او الراس ديال الجيب ما يجيش فيه الفورير بزاف. من بعد ما قطعت فغدا نمر للمرحلة ديال الخياطة. اول شيء انني كنزاد القب كيف لاحظتوا معايا، كندور عليه كامل بالخياطة، والخياطة كتجي لداخل ما كتجيش على برا. من بعد كنزاد الكتاف، من بعد ما زديت الكتاف كنقبط النص ديال العنق الوراني او الخلفي كيف لاحظتوا معايا، وكنحط عليه القب بالضبط في تهويه في النص ديالو، يعني في ديك الزاديه ديال الخياطه، باش كيجيني متوازن مع الكول. هنا انا هنايا خليت القب كبير وفي نفس الوقت يعني غادي يجيني كول وقب في نفس الوقت، حيت يعني ما قطعتش الدوره ديال العنق ديال القب حد حد العنق الفوق، وانما قطعت التقطيعه اللي غتوصل تل عند الصدر تل تحت من الصدر، باش يجيني قب وكول في نفس الوقت. من بعد ما زديت القب فكنتني التوب كامل يعني من التحت، وكنطلع حتى القب وندور عليه كامل. لا لاحظتوا القب هو في الشكل ديالو داير. دابا كنتني الفورير على هذا على الثانيه اللي تنيت ديال القب، باش ديك الخياطه كتجي لداخل، كتجي لداخل في الفورير. هي شويه صعيبه بالنسبه لهذا الفورير ديال الشعر في التلصاق ديالو، فمن الاحسن كنستعملوا جوج يدين، ايد كتجر للخلف وايد كتدفع من الامام. من بعد ما لصقت غدا نمر دابا باش نلصق هذا التراكيز. لاحظتوا هنايا يعني كيجوني التراكيز قد قد. دابا غدا نزادي الكمامه من الفوق من الراس ديالكم لحتى لتحت ديال البينوار. يعني ساهل، ما داش معايا الوقت، تقريبا شي ساعه د المكانه فيها في صاله وخياطه. انا سرحت شويه الفيديو باش ما يجيكمش طويل بزاف. من بعد ما زديت الكمام فدابا غدا نمر، وزديت جيب ولكن جيب خليته باش نزاديه قدامكم باش يبان لكم كيف الشكل. فكنقطع طريف بحال هكا فيه 3 ديال السنتيمات. من بعد ما زديت الفورير مع الجيب فكنغشي الدخله ديال الجيب، وكنزول داك الفائض ديال التوب. كنتني التوب ديال الجيب لداخل، كندور عليه كامل بالماكينه كيف لاحظتوا معايا، باش داك الديفوات كلهم يجوني لداخل وعلى برا يبقى مزيان كيف لاحظتوا. هذا هو الشكل ديالو. كناخذ العبار ديال الكليانه اللي من الكتف لحتى لعند البلاصه ديال الجيب حتى لعند الجناب، عندها 53 سنتيم. من بعد ما خدت العبار كنثبت بالدبابيس الجيب باش منين نكون كنخيط فيه بالماكينه ما يتمددش ليا التوب لتحت ويحواج ليا الجيب. الدبابيس كيحاولوا كيخليوا ليا العبار نفسه. من هو شي ديفو كندخلو لداخل كيف لاحظتوا معايا. من بعد كنقطع الخيوطه. هذا هو الشكل النهائي ديال البينوار ديالي، كيجي جد جد رائع وسخون، وفي نفس الوقت هاد التوب خفيف. الحزام ها هو لصقته، ف
فكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للبيجامه ديال تحت غنخلي لكم اللين ديالها او الرابط ديالها في صندوق الوصف، فيها كيفيه الفصاله وكيفيه الخياطه ديالها. وحتى بالنسبه للسروال حتى هو خليت لكم الرابط ديالو بالنسبه للفصاله والخياطه في صندوق الوصف. كنتمنى الفكره تنال الاعجاب ديالكم، وتبارك الله عليكم.